السلام عليكم ورحمة الله، معكم سيد من قناة أبدأ واستمتع كرييتس فن. النهاردة بنكمل مجموعة الفيديوهات اللي بتتكلم عن طرق تعلم اللغة الإنجليزية، والنهاردة أجيب لكم موقع من المواقع الرائعة لتعلم الإنجليزي بطرق فعالة وجديدة، هو إنجليش سنترال. النهاردة الموقع دوت في منه أبليكيشن موجود على الأندرويد، وفي منه الويب سايت اللي مفتوح قدامكم. بنخش طبعا بتعمل كرييت يوزر، تمام، وتشترك. بيديك طبعا في الاول حاجة اسمها ترايل فيرجن بتجرب فيها الخدمة، انما الطبيعي ان الخدمة مش مجانية. طبعا الموقع من المواقع الرائعة جدا، هو بيقدم لك وجبة متكاملة في اللغة الانجليزية، بتقدر تسمع وبتقدر تقرأ وبتحل. يعني هنا زي ما انت شايف في كمية ضخمة جدا من الفيديوهات، تمام. عندك دلوقتي اهو زي ما انت شايف في ريكومندد فيديوز، وفي نيو فيديوز، وفي البيزنس والميديا، سوشيال، ترافل، اكاديميك، وفي الكيدز والجرامر، وفي برونانسيشن لتعلم كمان النطق. يعني مجموعة متكاملة من الأنشطة المتخصصة في اللغة الإنجليزية، تمام. نشوف كده مثلا الفيديوهات اهوت، نختار حاجة ونجرب فيها ونشوف الموقع بيقدم لنا ايه هي الامكانيات. نجرب مثلا نخش على الفيديوهات الاكاديميك، الفيديوهات التعليمية او الاكاديمية. الفيديو ده مثلا اهو بيعمل ايه؟ اول حاجة بيقدم لك الفيديو نفسه، تمام. عندنا هنا هو اربع خطوات، تمام. اول خطوة هو ان انت تتفرج على الفيديو اهو. اثناء ما انت بتتفرج على الفيديو بيقول لك كليك اون ذا ووردز ذات يو دونت نو، اي كلمة انت مش عارفها تقدر تدوس عليها كليك اهو، يجيب لك الشرح بتاعها ويجيب لك النطق كمان بتاعها اهو. زي ما انت شايف بينطقها لك ويجيب لك المينينج بتاعها. ده كان في اول جزئية اهو، اي كلمة توقف عليها يجيب لك السبيلنج بتاعها، ويجيب لك البرونانسيشن نطق، ويجيب لك شرح ليها. ده كان في watch the video، ده اول حاجة. تاني حاجة learn the video، تالت حاجة عندنا اهو speak the lines تقرا انت، ورابع حاجة go live ان انت تقدر تكلم مدرس في اللغة الانجليزية وتتناقش معاه، وده بيقوي طبعا عندك الconversation والطلاقة في اللغة، تمام اهو. بعد ما بيخلص الفيديو خالص، تمام، بيبدأ بقى بيخش على المرحلة التانية اهو. خلصنا دلوقتي الفيديو، قال لك جريت جوب اهو، يعني عمل جيد وتمام. يس اي ام ريدي، هنا هو ايه ان انت مستعد للاسئله، يقدر بعد كده يسالك في الفيديو اللي انت شفته. تاني حاجه اللي هي ليرن ذا ووردز، تعلم الكلمات. احنا كنا علمنا على كلمتين اثناء الفيديو، ادي هما الكلمتين، تمام. بيقدر يديك اسئله عليهم، بتبقى عباره عن اسئله اكمل، وبتقدر تختار اي كلمات تانية تتدرب عليها. يعني هنا بنختار اهو كلمات اهو، قال لك توتال 5 ووردز، تم اختيار خمس كلمات اهو. هو بيقرا، تسمع كويس، وبعدين تكتب هنا اهو بالكيبورد، تكتب الكلمات الناقص. طبعا هنا اهو بيشوف قدراتك على السبيلنج اهو. في عندك اهو بيقول لك تايب ذا ميسنج وورد، تكتب الكلمه الناقصه وبعدين اوكي وتكمل. تالت حاجه عندنا سبيك ذا لاينز، تقدر هنا اهو بقى تقرا الجمل، تمام. تقدر تعلم على اللاينز اللي انت هتقراها او هتتدرب عليها، او تقدر تعمل سيلكت اول لاينز اهو. هنا بنختار كل اللاينز، تمام اهو. مثلا اخترنا اهو سبيك 5 لاينز، بعد ما بتدوس عليهم اهو بيجيب لك دلوقتي خمس جمل، تمام اهو. بعد ما هو يقرا تقدر انت تقرا اهو، بتدوس على علامه الميكروفون اهو، بتعمل الاو للميكروفون ان هو يشتغل، وتقول زي ما هو قال بالظبط، وبيعمل هو بيعملك ان هو تيست، وبيشوف مدى امكانيه ان انت بتقرا صح زي ما انت سمعت بالظبط. وبعدين بتخش على اللاين اللي بعديه نفس الكلام، بعد ما بتسمع بتقرا انت وتقول خلاص اهو، بتعمل ريكوردنج. بعد ما بتخلص التسجيل بيعمل لك اسسمنت او تقييم للي انت قلته. رابع حاجة معانا بقى اللي هو جو لايف ليسون ويز تيوترز، يعني انت تقدر تتكلم مع مدرس اهو، بتقدر تحدد جدول للحصة اهو. تخش ان هوت على الجدول، ندوس على الجدول وتبدأ
تقدر تختار كمان المدرس اللي هيديك الحصة اهو. loading lesson schedule بيديك جدول اهوت، تمام. ممكن تختار كمان الفيديو اللي انت عايز تتدرب عليه او تتكلم عليه مع المدرس، وتقدر تختار المدرس. كل دي قائمة من المدرسين اللي تقدر تتكلم معهم لايف، يحدد لك جدول لحصة لايف تتكلم معاهم اهو. مثلا يديك اليوم، هنا تقدر تختار اليوم وتقدر تختار كمان الساعة، وبعدين تعمل نيكست، تمام. اهو بيقولك حددنا خلاص الموضوع اللي هتتكلم فيه، وحددنا خلاص المعلم بتاعك. وهنا بيقولك تقدر تعمل سويتش، يعني تقدر اما تتكلم عن سكايب او تتكلم على برنامج زوم. تقدر تحدد البرنامج اللي انت عاوز تتكلم عليه او تاخد عليه الحصة. ده كان رؤية عامة للموقع اللي هو englishcentral.com. نفس الموقع في منه اندرويد اب، هنخش دلوقتي ونشوف الاندرويد اب. حاليا هو البرنامج مش مجاني، بيديك بس ترايل فيرجن، ممكن تسمع فيديو او اتنين بالنسخة التجريبية، ولكن هو في الاساس هو برنامج مش مجاني. بتخش بالاكاونت بتاعك، هتشوف البرنامج بيركز على الفيديوهات، ان انت بتتفرج على الفيديو. وبعد ما بتتفرج على الفيديو بيقول لك بقى هتعمل ايه. هيديك وجبة متكاملة في اللغة الانجليزية، هيدربك على الكلمات اهو. بعد ما نخش هنشوف، ادي جاري الدخول للاكونت، ادي اهوت ديت الصفحة الرئيسية بتاعت البرنامج. فيديوهات كتيرة جدا جدا طبعا، عشان ما تتوهش بتخش على التصنيفات. هنا بيجيب لك التوبكس، تشوف انت بتحب تسمع في ايه. التوبكس اللي بيكون مهم ليك اكتر هو البيزنس او الميديا او الترافل او الحاجات الاكاديمية او الكيدز. فنجرب مثلا نخش على حاجات الاطفال، نخش نجرب الكيدز مثلا. ادي مجموعة كبيرة جدا من الفيديوهات اللي بتتكلم عن الاطفال، تمام. هنخش على اي فيديو ونشوف تقسيمة البرنامج، هنلاقي برنامج مفيد جدا. او انا هتفرج على الفيديو، عندك watch فيديو في الاول، بعدين learn the words تعلم الكلمات، ثم speak the lines. ده التلات اجزاء اللي في البرنامج. ادي اول حاجة، اول جزء، بندوس على الفيديو، هنلاقيه مقطع لنا الفيديو اجزاء حسب sentence، جمل. كل جملة تتقري تتعلم عليها تحت بعلامة الصح. دي اول مهمة عندك، ان انت تتفرج على الفيديو كامل. تاني مهمة عندك هو تعلم الكلمات، learn the words اهو. تخش على تعلم الكلمات، نختار الكلمات اللي انت عايز تتدرب عليها. عندك بيقول لك all words اللي هما 57 كلمة مكتوبة فوق اهيت، انت عايز تختار ايه عايز تتدرب عليه. نختار مثلا، نجرب نختار مثلا تلات كلمات، بعدين نروح هيدربني هو على التلات كلمات دولت، يقول الجملة ويسيبني انا اكتب الكلمة اللي ناقصة اهو. ادي عامل سبيلنج صحيح، فبيقول لي كوريكت ويعلم عليها بالاخضر. نخش على الجملة اللي بعدها، يقراها هو وبعدين يجيب لي الكلمة الناقصة انا بكتبها. كتبتها صح، يقول لي كوريكت ويعلم عليها بالاخضر. تالت حاجة نفس الكلام اهو، بعد ما يقرأ اكتب انا الكلمة اللي ناقصة، بعد ما اكتبها صح يقول لي correct ويعلمها بالاخضر. كده خلاص انا عملت المهمة التانية في البرنامج، عملت الاول listening وبعدين learn the words. نخش على تالت مهمة في البرنامج هي speak the lines، ودي جزئية مهمة جدا في البرنامج اللي هي بتدربك على نطق اللغة الانجليزية الصحيح. برضه هنختار اللاينز اللي هنا، هنا بيقول لك انت عندك 16 لاين في الفيديو دوت. هل هتختار 3 لاينز بس ولا تختار كل اللاينز؟ عندك نختار مثلا هم الثلاثة. تسمع كويس، بعد ما تسمع تقول انت بصوتك اهو، كده بيسجل لك اهو. بعد ما بيسجل بيعمل لك تقييم، لو اداك اخضر يبقى انت نطقت صح وقرأت صح اهو، اداك اخضر. تاني حاجة
اهو الجملة التانية تسمعها، بعد ما تسمعها تقرأها انت كمان، يسجل لك وبعدين يديك التقييم. لو اخضر يبقى كويس، اصفر اقل شوية، بعدين في احمر اهو يعني هنا اقل شوية، فممكن تعيد المحاولة تقرأ تاني بصوت احسن مقارب جدا للصوت اللي انت سمعته. اهو قرأت، بيديك ريتنج 70%. ممكن تعيد المحاولة تاني، اهو تقرأ تاني وتحاول تعلي صوتك كده، بيسجل لك، عمل لك التقييم. هنشوف اهو، اهو بقى لون اخضر، يعني انت كده نطقت افضل وكان صوتك احسن من اللي فات. بعدين بيديك تقييم اجمالي اهو بي بلس، تقييم اجمالي لكل الدرس اللي انت خلصته. زي ما شفتوا يعني وجبة متكاملة، انت سمعت وشفت الفيديو وتعلمت كلمات وبعدين نطقت. ده كان برنامج جميل جدا. كمان مش كده وبس، البرنامج كمان بيعلمك جزء متعلق بالجرامر والاستراكشر بتاع اللغة الإنجليزية. هنخش على القائمة تاني، هنلاقي تحت اهو جرامر، وفي حتى في النطق. فمثلا دخلنا على الجرامر، هنا بيقولك مثلا فروق ما بين الكلمات سبوز تو سبوز، بيديك الفيديو برضو تسمع للفروق ما بين الكلمات في جمل. ادي فيديو بيتكلم عن الفرق ما بين الكلمتين، تسمع الفيديو كويس، كلهم بيتكلموا حوالين نفس الموضوع عشان يفهمك الفكرة بتاعته. بعد ما بتخلص بتخش على المرحلة اللي بعدها، برضو عندك speak the line وتقدر تنطق اللي انت سمعته. ده كان البرنامج. ان هو كمان تقدر تروح للفيديوهات اللي انت شفتها فوق القائمة بقى، الفيديوهات اللي انت خلصتها مثلا اهي، ده الفيديو اللي انا خلصته. تقدر تشوف القائمة، تقدر تستعرض الفيديوهات تاني من الاول، يجيب لك الفيديوهات الريكومندد ليك اللي حوالين نفس التوبك بتاعك. احنا كنا مختارين الكيدز مثلا، فبيجيب لك الحاجات القريبة من الكيدز، وتقدر تختار بقى المستوى بتاعك. ارجو ان انتم تكونوا استفدتم بشرح النهاردة، ويا ريت ما تبخلوش علينا بشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله.